السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم عرضه درتها للاصدقاء ديالنا، اطباق مشكله نباتيه وكيتونيه. نتمنى تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب، وتشتركوا في القناه، قناه طاوله الطبخ مع لطيفه وسعيده. نتمنى يعجبكم الفيديو. يلاه معايا تشوفوا الاطباق اللي وجدت، سهلين وبساطين ويوجدوا معنا بسرعه بلا ما نكلفوا راسنا، بلا ما نشقاو، وبلا ما نبقاو ساعات طويله في الكوزينه. اول حاجه نبدا بها هو الطبق الرئيسي في الطاوله، الا وهو طبق اللحم. غادي نديروه بالخضر، ولكن غادي نديروه بواحد الشكل متغير شويه. نوجدو الشرموله، هذا طرف ديال اللحم سولوميو بلا عظم بلا والو، حليته مزيان. ونعم اسيدي، وجدت له شرميله، ثومه، قزبور، عصير برتقاله، عصير حامضه. العطريه ديال اللحم عندي خلطه ديال اللحم خاصه باللحم، ما درتش الملحه لان غادي نخليه يرتاح في ديك الشرموله. من بعد ما نشرمل هذا اللحم نخليه يرتاح واحد ساعة الى ساعتين في الثلاجة، عاد من بعد نرجع ونوجدو في الفران. دونك من بعد ما كنوجد الشرمولة كان ندوزها كاملة على الحيمة ديالنا باش داك اللحم يشرب كلشي، ديك الدغميرة ديال العطرية وديال البرتقال وديال الحامض، ويرطب معانا فاش نطيبوه، ما يجيش ناشف اللحم فاش نطيبوه. كيما شفتو حليته مزيان، ودابا غادي نلويه وغادي نديرو في واحد البلاستيك ونخليه يرتاح ساعتين، يتشرب كلشي داك القوام وديك العطرية اللي درنا لها. هنايا غادي ندوز ندير الطوفو، غادي ندير دي سيغار. هادو شاركتهم معكم ماشي مره ماشي جوج في القناه، الا بغيتو تشوفوهم بالتفصيل ترجعوا تشوفوا المقادير. كنحتاج الطوفو اللي هو واحد البروتين فيجيتال، القزبر، المعدنوس، الشعريه الصينيه، لي فروماج، والزبده مذوبه، والورقه ديال ماسافيلو. دونك كنقطع كلشي الخضر ديالي وغادي نسوطيهم شويه. كنقطع الطوفو الى طريفات صغيره، كنفزق ديك الشعريه ديال الشعريه الصينيه، هي ديال الارز، كنفزقها على مهل، كنزيد لها شويه ديال الكركمه وشويه ديال المليحه، وكنخليها ترطب في المطيب كما كتشوفوا. من بعد كنسوطي كلشي دوك الخضر وكنديرهم يتشحروا مزيان، عاد من بعد كنطفي وكنضيف الشعريه الصينيه من بعد ما كنستقطرها كامله. هانتوما كتشوفوا في اخر المطاف زدت له شويه ديال الزبيب اللي فزقته من قبل، شويه ديال الماء دافيه حتى رطب، وزدته للخليط كامل باش تجي واحد الخلطه مغيره شي شويه وتكون شويه حلوه. هنايا الشعريه الصينيه بطبيعه الحال غادي نقطعها، من بعد ما نقطرها غادي نقطعها كامله ونضيفها للخليط. دونك هنا درت عندي زول تشيز كيك، درت هنا شويه ديال اللوز، طحين اللوز وشويه ديال طحين الكوك، وغادي ندير له شويه ديال المليحه. شويه ديال المليحه وغادي ما نحبسش عليه من التحريك، نبقى كنحركو حتى يتحمر. طبيعة الحال تشيز كيك ديالنا غادي تكون كيتونيه 100% باش ناكلوها بلا ما
بلا ما نخافوا من السكر وبلا ما نخافوا من اي حاجه، من ناكلوا المقدار كبير ديال الكربوهيدرات. دونك اللوز من بعد ما حمرته مع طحين الكوك كنزيد له الفانيليا، ستيفيا، القرفه، كندير وكنجمعوا بالزبده بحال الا كنديروا لاباز ديال الكاطو مطحون. انا درتو باللوز مطحون مع شويه ديال الكوك حمرته باش كيعطي داك المذاق توستي. صافي هنايا من بعد ما جمعته مزيان بالزبده غادي نسرحوا في المول ديالنا اللي غادي نديروا فيه لا تشيز كيك ديالنا. دونك من بعد ما درت لاباز في الثلاجه تبرد ندوزو نوجدو الخليط. راكو عارفين ساهل ماهل ماشي مكلف، اي واحد كيعرف يدير تشيز كيك. انا درتو بالماسكاربون والفروماج والستيفيا والفانيليا والناطا ليكيدا. نبداو النوبه الاولى ودرتو عفوا باغار اغار باش يجي شد معانا. اغار اغار راه نباتي، اول حاجه كنديرها كنفزك داك الاغار اغار جوج ديال الصوبريس لان كل صوبري كيجي في نص لترو. غادي نفزقو في شويه ماء بارد ونخليه على جنب، وغادي نخلط الماسكاربون مع الفروماج مع ستيفيا مع الفانيليا حتى يولي على شكل موس، وعاوتاني نخلط النطا كما كتشوفوا بلا ما نطول عليكم بالهضره. صافي من بعد ما وجدت الخليط الاول ندوزو للخليط ديال الناطا. حتى هو كندير الناطا كتكون بارده، كنزيد لها ستيفيا، كنزيد لها الفانيليا. انا كنبغي المذاق ديال الفانيليا لان دائما كنقول لكم كتعجبني الفانيليا. صافي كنديرها كنطلعها غير شويه، ديك الساعه كنرجع للخليط الاول وكنزيد فيه الاغار اغار. اللي ما كيعرفش الاغار اغار راه هو واحد كنقولوا حنايا جيلاتين نباتيه، سيتون بروتين اللي كتجمد معانا لي زاليمون. صافي كنخلط كلشي وكنرجعوا للمول ديالنا اللي غادي نوجدوا فيه لا طارت ديالنا لا تشيز كيك. نعدلو على خاطر ما زربانينش، نصايبوه باش يجي متساوي ونردوه للثلاجة يبرد. من بعد ما سالينا البوستر ديالنا اللي هو تشيز كيك درناه في الثلاجة ارتاح، دابا داك اللحم ديالنا شرب ديك العطرية، غادي نعاود نحلو وغادي نديرلو الملحة. علاش ما درتلوش الملحه؟ باش ما يرخيش باش ما يرخيش الماء بزاف في الثلاجه وما يترخاش اللحم، يبقى شاد في راسو. دونك العماره اللي غادي نديرو لهاد اللحم انا درتها بالبويرو والفلافل، وخديت الكاجو حمصته شويه وقرطته مع شويه ديال القرفه وشويه ديال ستيفيا، فرشته مزيان وكنخليو الجوانب باش فاش نضوبلوه ما يخرجلناش داك الخليط على برا يبقى لداخل. زدت شويه ديال داك العطريه وديك العطريه اللي شطنا زدتها عاوتاني سقيت بها اللحم باش يجي لذيذ وبنين. هذا خيط كيتباع خاص ديال الاكل، به غادي نشد داك اللحم ديالنا باش فاش نكونو كنطيبوه ما يتحلش وما يضيعش الخليط اللي عندنا لداخل. دونك اختاريت هذا المول حجم عائلي اللي عندي في الدار، ديروه في صينيه الدجاج ولا في صينيه الفران اللي بغيتو. الخضار اللي غادي ندير هي البطاطا باش ياكلوها الاصدقاء ديالنا اللي معانا والبنيته ديالي، والخضار اللي كناكل انا هي البروكولي ولاكول ديال بروسيلاس. من بعد ما استفدت كلشي غادي نزيد نكمل ديك الخليط اللي شاط ليا كامل، غادي ندردرو عليه ونغطي بالبابي فيل ونديرو في الفران. راه دا معايا واحد ساعتين ساعتين ونص عاد وجد معايا. دابا ننتقلوا لواحد طبق نباتي اللي هو السيطان. السيطان هو بروتين حتى هو فيجيتال صحي 100%، ما فيهش الكربوهيدرات غير البروتين. وغادي نديرو دابا غادي يرقد مع شويه ديال
عصير ديال البرتقاله، غادي نقطعو كما كتشوفو وغادي نديرو يرطب واحد الساعتين في عصير برتقاله، شويه مليحه شويه قرفه شويه البزار شويه سكينجبير. هذه هي العطريه اللي درت ليه، ودرتو يطيب بطبيعه الحال مع البويرو والزبيب على شكل يجي بحال شكل معسل. كيطيب في 5 دقائق، غير خصنا نخليوه يرقد في داك البرتقال وديك العطريه باش كيجي بنين بزاف. راه طبق صحي 100%. دابا غادي نديرو واحد لاصوص ديال الواكامولي. غادي نحتاج لافوكا، جوج اولا ثلاثة على حسب. غادي نحتاج ثومة، غادي نحتاج واحد الباكية ديال الفرماج، غادي نحتاج مليحة وبزار، غادي نحتاج عصير شوية ديال الحامض، وغادي نحتاج القزابرة. هاد لاكريم ديال لافوكا كتجي رائعه جدا، غير جربوها وغادي تردوا عليا الاخبار. صحيه 100% وكيتونيه. بريزونطيتها على هذا الشكل، جات على شكل كريمه، كنديرها في الطبق كناكلوها مع ناتشوس. انا ناتشوس ما كناكلوش، انا كناكل غير الواكامولي، ولكن وجدتها على هذا الشكل باش يجي المنظر ديالها جميل ولذيذ في نفس الوقت. ودابا ننتقلوا للطبق اخر، الا هو الجامبونيس او الجامبا. غادي نديرها بواحد الشكل بحال على شكل بلانشا، وهي ماشي بلانشا، مشرمل. كيجي لذيذ 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 لذيذ. انا جربت الجامبا بزاف ديال الطرق، ولكن هذه هي الطريقه اللي كتعجبني بزاف ناكل بها الجامباس. كندير الثومه، كنشحرها في شويه ديال زويته بلديه، واحد نص بصله صغيره مقطعه صغيره، وديك وعصير نص حامضه. كنشحروا البصيله شويه بشويه كما كتشوفوا. فاش كتذوب معنا كطيح معنا ديك البصيله والثومه، كنستف فوق منها الجامبا على هذا الشكل، وحده حده وحده، ما نديرهمش بشكل عشوائي لان غادي يطيب على هذا الشكل. صافي، كان من بعد غادي نزيد له مليحه، شويه ديال المليحه، ما نكثروش من الملحه لان غادي نزيدو عصير ديال الليمون. نتوما كتشوفوا راه بدات كطيب معنا، نحركوها باش ما تلصقش، ونزيد لها القطرات ديال نصف حامضه، ونخليه يطيب غير في لافابور ديالو. ديجا هذا الطاجين ما كتلصق ما كتحرق، ديروه في طويجينه اللي عارفين نتوما بانها ما غاديش دير تحرق. ومن بعد كندردر عليه شويه ديال القزبر. هنا درت دي زابيغيتيف ساهلين وبساط معانا. كنحتاجو هاد لي بان انتغرال، كيجي مربعات صغيره طوستي، هاديك ميرميلادا، هو كيجي مع الميرميلادا ديال الميرميلادا ديال المطيشه. انا ما كانتش عندي، خديت ميرميلادا زيرو سكر، ما فيهاش سكر، وخديت هذاك الفرماج ديال المعزه. الفرماج ديال المعزه راه صحي 100% وكيكون لذيذ بزاف. دونك كنقطعو على شرائح كما كتشوفوا. والابيريتيف الثاني درتو بالخيار والفروماج طوماط سوريز والزيتون. لي زابيريتيف ساهلين ماهلين، والمقادير متواجدين في كل منزل. ودابا هنايا شويه ديال البوستر ديالنا اللي غنرفقو مع تشيز كيك. هنا وجدت البلا، درت فيه لي بونبون كيتو اللي شاركت معكم في الفيديو السابق. وهنايا دي بونبون ديال رافايلو ديال الشوكولا. خديت تورون حتى هو، هذا نقدر ناكل منه طريف صغير لانه بدون سكر، فيه غير اللوز والنعطه، يعني مسموح ولكن بدون مبالغه. او بريزونطيتو على هذا الشكل. والطبيله ديالنا هي هذه. الفيديو جا على النهايه ديالو، فيديو خفيف وظريف، واخا عرضه طويله، ولكن لي بلا وجدناهم دغيا دغيا. ها انتم كتشوفوا لي سيجار جاو غزالين غزالين غزالين، والماكله لذيذه لذيذه لذيذه.
صراحة صحية 100%. ونتمنى يعجبكم الفيديو، شاركوه مع الأصدقاء وشيروا له بلايك، واشتركوا في القناة ديال طاولة الطبخ مع لطيفة وسعيدة. تهلاو لي فراسكم، سنة سعيدة الله يدخلها علينا بصحة ولهنا إن شاء الله، ويبعد علينا هاد العدوى ديال الكوفيد تالا دغيا دغيا. وإلى هنا نقول لكم مع السلامة أحبائي حبيباتي، تهلاو لي فراسكم، مع السلامة.